في حضرموت أيضا للاستفاضة أكثر في هذا الموضوع سينضم إلي الدكتور محمد صالح الجمحي مدير عام مكتب الصحة بساحل حضرموت. تحدثت دكتور، أهلا وسهلا بك أولا. أهلا وسهلا أخي أكرم، ومساء الخير، وأنا سعيد بينكم وبين قناة عدن. أهلا وسهلا بك. تحدثنا عن واقع هناك جهود حثيثة تقومون بها في محافظة حضرموت من ناحية مكافحة الوباء ومن ناحية أيضا الرصد للحالات في محافظة حضرموت. الآن ندخل في موجة ثالثة لجائحة كورونا، وهناك جهود من قبل السلطة المحلية واستعدادات حثيثة لمواجهة هذه الجائحة. حدثنا عن واقع الاستعدادات للموجة الثالثة لكورونا. بسم الله الرحمن الرحيم، مساء الخير كل باسمي وصفتي. أنا سعيد جدا وجودي معكم في قناة عدن. نحن مكتب الصحة بحضرموت الساحل معنا مركزين للعزل وبوتيرة عالية وبدعم من السلطة المحلية، دعم لا محدود للكوادر الصحية اللي موجودة، وأيضا بالتواصل الحثيث مع معالي وزير الصحة الأستاذ قاسم حيبح. نحن لا نخفيك ان الوضع الوبائي منتشر في اليمن كلها، وحضرموت لها نصيب منها اخي العزيز. صحيح. نحن الان 107 حاله نشطه و97 حاله مرقده في البيوت في العزل المنزلي، حالتهم مستقره. الناس من بعد الجائحه الاولى والثانيه اخي العزيز كان موجود في تثقيف وفي اعلام وفي توصيات من الاوقاف. عملنا شريحه واحده او فريق واحد في نصف كل مجتمعاتنا، والحمد لله اللي عنده اعراض وعلامات في فريق استجابة وفريق مساندة تجي للبيت وتشل الماسحات وتفحص المريض في وحدة تشخيصية أو المختبرات المركزية. في مركزين عزل بسعة سريرية 12 سرير في هيئة ابن سينا، وفي الفلوك في مستشفى الشهيد رياض الجريري بسعة سريرية 47 سرير. الحمد لله الآن ترقد 10 حالات وحالتهم الحمد لله تطمن. في جهود كبيرة جدا أخي العزيز من لجنة الطوارئ العليا من دولة رئيس الوزراء، وأيضا من وزير الصحة، وأيضا يولي اهتمام كبير المشير عبد الرب منصور هادي ونائبه في كل الدعم السخيف في ظل الظروف هذه. ونحن كفريق واحد وكنحلة واحدة مع رجال الأعمال ومع الجمعيات والمؤسسات والمنظمات وكل الشركاء، وبإذن تعالى يجنب بلادنا من كل مكروه. في جزئية الجمعيات والمنظمات، كيف تقيم دور المنظمات سواء الدولية أو المحلية في يعني التكاتف والالتفاف حولكم في مكافحة وباء كورونا؟ الصوت شوية التكاتف. نعم، كنت سألتك عن دور المنظمات، كيف تقيم دور المنظمات الدولية والمانحة والمنظمات أيضا؟ دور المنظمات أخي العزيز مهم جدا في دعمها للأدوية والمعدات ودعمها لمنحة الديزل، وأيضا دعمها للإنسنتف أو الحافز اللي يجيبوه عبر المانحين، ويكون مصداقية لكل الكوادر الموجودة في الميدان. وأيضا أخي العزيز الآن معنا دورة كبيرة جدا، وهي دورة الكوادر الوسطية في العناية في الطوارئ، وأيضا في أي مراكز عزل، وذلك لتأدية الخدمة بكل تفاني. وهذه الدورة برعاية معالي وزير الصحة وأيضا مع الشركة من منظمة الحرمة الصحية وأيضا من اليونيسف. كنت قد سألت الدكتور عبد الله سالم بن غوث عن هل من الممكن أن يتكرر الإغلاق في حضرموت كما كان في العام الماضي؟ أنت خير من يتحدث في هذه الجزئية. نحن في حضرموت وأي محافظة أخرى، نحن فريق كلها تحت مظلة وزارة الصحة أخي. في فريق استجابة وفريق سريعة موجودة في كل المحافظات أخي العزيز، ولكن في المنافذ في نحن نسميها دعم أماكن فرز، معناتها فرز الحالات إذا فيها علامات وأعراض نشل الماسحات في أقرب مركز عزل أيا كان في حضرموت أو في مأرب أو في المهرة أو شوة يكون الترقيد. أما نحن نغلق حضرموت في الوقت الآني، أنا أشوفها من رأي المتواضع أنه الناس تثقفت أخي العزيز، وأصبحت أي واحد يشعر بعلامات وأعراض هو يحرز نفسه في البيت ويحترز ويتجنب كل حاجة. وأيضا أشدد على أهلنا في كل المدارس وفي كل الإدارات أنهم يعملوا سبل الوقاية من كمامات وأيضا من التعقيم، وبإذن الله تعالى نتفادى هذا الشيء. أنا الأخ فيك الآن في العمليات مكتب الصحة، نتواصل مع المستشفيات، الآن نتواصل مع مستشفى هيئة ابن سينا، وذلك لأن في أمس في خبر أن مصنع أكسجين ابن سينا مش شغال، ونزلنا فريق الساعة 11 في المساء والحمد لله المصنع شغال بوتيرة عالية.
دعم لا محدود من السلطة المحلية، من محافظة المحافظة فريسة من الباحثين وأيضا من الوكلاء، حول دعم تشغيل مصنع الأكسجين اللي بالإدارة العامة نفسها، وأيضا دائما معالي وزير الصحة في اتصالات الدائمة لتشغيل المصنع الموجود في الإدارة العامة، وذلك يعين المصنع الآخر الموجود في تبزينة أنه يشتغل في أمرجنسي مود، أنه محتاج بعض القطع. وبصدد نزول فريق من منظمة الصحة العالمية الأسبوع القادم، وذلك تفادي أي توقيف وديمومة العمل في المصنع، كون الأكسجين أخي العزيز هو المهم جدا في هذه الفترة. في جزئية الأكسجين، ماذا عن وضع المحاجر الصحية في محافظة حضرموت؟ جزئية الأكسجين أخي العزيز، كل مركز عزل له كمية أكسجين حسب الحالة اللي موجودة، وأيضا بتواصل ودعم من الوزارة ومن السلطة المحلية وأيضا من منظمة الصحة العالمية، أن الأكسجين كله مجاني، وأيضا علاج المرضى في كل مراكز العزل مجاني، وفي ظل وضع هذه البلاد. ولكن اللجنة العليا للطوارئ أتمناهم أنهم يأخذوا نظر على مراكز عزل ابن سينا، كونها كل الحالات تستقدم من مأرب ومن شبوة، خصوصا من شبوة اللي محاذي حضرموت أو من المهرم محاذي حضرموت، أن خايفين على اللود اللي يكون موجود. نريد لجنة الطوارئ تكون تولي اهتمامها أن الوضع الوبائي في حضرموت دائما في الجائحة الثانية والجائحة الثالثة، هذا في الزيادة أخي العزيز، 107 حالة و97 حالة في البيت، 10 حالات وفي 4 إلى 5 وفيات. لازم تدارك الوضع، أنا يمكن البلاغ اليومي يزداد يوما عن يوم، ولكن بإذن الله تعالى الجاهزية عالية بإذن الله. أختم معك بهذا السؤال، وهو عن الوعي المجتمعي تحديدا في حضرموت، في من ناحية التباعد الاجتماعي، من ناحية الفهم والاستيعاب لخطر هذا المرض أو خطر هذه الجائحة. والله الحمد أخي العزيز، في تكاتف كبير، وجلسة من رئاسة السلطة المحلية قبل أمس بالجلوس مع الأوقاف، وأيضا الجلوس مع اليونسف أنه يدعم C4D، وأيضا مع الإعلام قناة حضرموت، القنوات كلها، وأنتم أيضا أشكركم على تواصلكم ولحرصكم على مرضى أي مريض يمني. وبإذن الله تعالى الجائحة الأولى والثانية أعطت إدراك كبير لكل مواطن أن هذه الجائحة مش في اليمن، أو أن الناس بغوا فلوس ويرقدوا، وهذه مشكلة كبيرة الآن بدأت تفقيه في الناس. وأيضا تواصل مع مكتب التربية والتعليم في الحرص من الطالب نفسه في عملية الوقاية. صراحة نحن شكلنا فريق كبير جدا في الوقاية، ولا أخفيك أن الجائحة الأولى والثانية أصبح في وعي كبير جدا في مجتمعاتنا أخي العزيز. نعم، دكتور محمد صالح الجمحي، مدير عام مكتب الصحة بساحل حضرموت، شكرا جزيلا لك.